احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا صباح الخير وصباح النصر زي ما احنا متعودين دايما وزي ما كنا مرهنين نفسنا اخر الاسبوع اللي فات لما قلنا ان شاء الله هنيجي يوم الاحد ونقول صباح النصر على كل الاهلاويه من كل مكان في العالم بيشاهدونا الف مبروك علينا ويا رب دايما كده انتصار ورا انتصار ورا انتصار ورا بطوله ورا بطوله ان شاء الله يا رب. صباح الفل يا كريم. صباح العسل عليكي. صباح الفل على كل حضراتكم. شوفوا يا حضرات كل ما بنبتدي معاكم مجموعه كبيره جدا من حلقات 10 الصبح في الاهلي بالجمله الشهيره النهوان بجمله صباح النصر اعرفوا على طول ان احنا ماشيين في التراك السليم. ربنا يزيد الانتصارات ويزود فرحتنا جميعا. بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد هنتكلم من خلالها وبالتفصيل عن كل ما جاء وكل ما حدث في المباراه الماضيه وان شاء الله الجديد هيحصل في ايه وتوقعاتنا لما هو قادم هتكون عامله ازاي الى جانب طبعا تغطيتنا لكل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه بشكل عام.